الإرهاب الغذائي في تجلياته الحقيقية كما قاعدين نشوفه. باش نتكلم كارثة، باش نسكت، جيل وصغيراتنا باش يشوفوا. هذايا نتاع الشوكولاتة، وتعرفوا انتوما الصغار معناها حبهم للشوكولاتة، وهذايا فاش قاعدين ياكلوا. ما ياكلوش الكبار، هذا ما ياكلوه صغيراتنا. شوفوا يا ناس، شوفوا ايش قاعد يصير. هذا مصنع متاع كيك حسب ما قاعدين نشوفه، ولكن معناها كي دخلنا وشفنا الهول متاع المشهد والهول متاع الكارثة، معناها مصنع متاع سموم. هذا كما قاعدين نشوفه، نشوف السيد هذا ياخذ الكيك البيريميل كول، هذا البريك، شوف كي ولا معناها ولا حجرة متسخر، ياخذ الكيك الفيست كول اللي فات الصلوحية متاعه، يعاود ياخذوا من هنا، يهزوا يحطوا في الطاحونتين هذو، الطاحونة هذه والطاحونة هذه كما قاعدين نشوفوا. شوف من هنا يعاود يرحيه، يهبطوا من هنا يحطوا في صندوق، ويعاود يمشي يصنعوا كيك آخر في ماكينة غادي يعلبوا ويحطوا بالشوكولاتة، ويصبح معناها كيك جاهز.